السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج ديسكوفر اكتشف برايمري 1 الصف الاول الابتدائي، وهنبتدي نشرح شابتر 2 الفصل الثاني في المحور الثالث How the World Works، كيف يعمل العالم، وشابتر 2 عنوانه How Business Works، How Business Works كيفية القيام بالأعمال، طبعا الأعمال التجارية، How كيف Business الأعمال التجارية المشروعات، Works يعمل أو تعمل، How Business Works كيفية القيام بالأعمال التجارية. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وأول صفحة في شابتر 2 هي page 33 أو صفحة 33، وعنوانها community businesses. community businesses أو الأماكن الموجودة في المجتمع بتاعنا اللي بتقوم بالأعمال التجارية. community يعني مجتمع، businesses اللي هي المشروعات التجارية، فهنا معناها المشروعات التجارية في المجتمع community business. وهنا بيقول لك cut out، قص each business، كل مشروع تجاري، كل صورة خاصة بمشروع تجاري. وعندنا هنا 6 pictures أو 6 صور. اول واحدة bookstore. bookstore يعني مكتبة، طبعا زي ما احنا شايفين هي فيها كتب وكراسات وادوات مكتبية. تاني حاجة barber shop. barber shop محل الحلاق، طبعا زي ما احنا عارفينه اللي بنروح له عشان نقص شعرنا. وتالت حاجة hotel. hotel يعني فندق. رابع صورة restaurant. restaurant يعني مطعم. خامس صورة grocery store. grocery store يعني محل البقالة. واخر صورة souvenir store. souvenir يعني هدية تذكارية. souvenir store يعني محل الهدايا التذكارية والتحف، وده طبعا بيبقى موجود في الاماكن السياحية. وعايزين نفتكر مع بعض يا اصحابي الفرق بين ال need وال want، علشان هنا الأماكن التجارية دي أو البيزنسز دي بتقدم طبعا مجموعة حاجات الناس بتحتاجها. في حاجات منها needs أو احتياجات أساسية الإنسان ما يعرفش يعيش من غيرها، وفي حاجات wants. wants يعني رغبات الناس برضو بتبقى عايزاها، بس لو ما حصلوش عليها حياتهم مش هتتأثر. فلازم طبعا نبقى فاكرين معنا ال need اللي هي الحاجة، والwant اللي هي الرغبة. الحاجة هي الشيء اللي احنا محتاجينه ونقدرش نعيش من غيره، زي الحاجات الأساسية لحياتنا، الأكل والمية والمسكن والهواء، طبعا كل دي حاجات أساسية ما نقدرش نعيش من غيرها. لكن الwant حاجات تانية ممكن نستغنى عنها لو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر، زي أي شيء ممكن يكون رفاهية بالنسبة لنا، لعبة جديدة، هدوم جديدة جنب الهدوم اللي عندنا، حاجة ممكن نستغنى عنها ولو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر. وزي ما احنا شايفين قدامنا دول 6 مشروعات تجارية أو 6 businesses. المشروعات التجارية دي أو البيزنسز دي بتقدم خدمات للناس وسلع. يعني ايه سلعة ويعني ايه خدمة؟ طبعا يا اصحابي في فرق كبير بين السلعة والخدمة، او بين الجود. الجود يعني البضاعة او السلعة، وبين السيرفيس. السيرفيس اللي هي الخدمة. الجود او البضاعة هي حاجة ملموسة بنلمسها، بناخدها من المكان اللي احنا بنتعامل معاه، سواء كان مثلا بوك ستور احنا بنروح ندي الراجل اللي موجود في المكتبة الفلوس وناخد منه جود بضاعة، اللي هي مثلا كتاب بوك او
نوت بوك، كراسة، أو أي أداة من الأدوات المكتبية. فهو هنا بيقدم لك جود، جود يعني بضاعة يعني سلعة. طب إيه هي السيرفيس؟ السيرفيس أو الخدمة هي حاجة بيديها لك المشروع التجاري، خدمة بيأديها لك أنت ما تقدرش تلمسها بإيدك، زي مثلا الباربر شوب. الباربر شوب إحنا بنروح عنده علشان يعمل لنا خدمة، ما بيدلناش جود في ايدنا، ما بيدلناش بضاعة في ايدنا، بس هو بيعمل لنا خدمة احنا برضو محتاجينها، ان هو بيقص لنا شعرنا وبياخد في مقابل ده فلوس مننا. فهنا هو بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك سيرفيس. سيرفيس يعني خدمة. فالمشروعات التجارية او البيزنسز بتقدم جودز، جودز يعني سلع، and services، services يعني خدمات. فعايزين نشوف الأماكن التجارية اللي قدامنا دي. عندك هنا مثلا البوك ستور. البوك ستور أو المكتبة بتقدم جودز شاطرين، بتقدم جودز شاطرين لأنها ما بتقدمش خدمات. طب الباربر شوب. الباربر شوب أو محل الحلاقة بيقدم سيرفيسز، سيرفيسز يعني خدمات، ما بيقدم لكش، ما بتاخدش مثلا معاك منه بضاعة معينة وانت ماشي من عنده. طب الهوتل. الهوتل أو الفندق ما بيقدمش طبعا جودز، ما بيدكش بضاعة. انت لما بتبقى في مكان معين وتنزل في الفندق وتحجز اوضة في الفندق وانت ماشي ما بتاخدش الاوضة دي معاك، انت بتقعد فيها فترة معينة وبعدين بتمشي. فهو هنا ادالك سيرفيس او ادالك خدمة وخد منك في المقابل فلوس. طب الريستورانت. الريستورانت او المطعم بيقدم جودز ولا سيرفيسز؟ هو بيقدم سيرفيسز في الاول، ان هو بيجيب الطعام وبيقدمه لك مستوي. فهنا الخدمة ان هو بيقدمه لك وهو مستوي وجميل، وبيحط لك الكلام ده على ترابيزة وعلى كراسي، وبيخلي لك الجو كويس وجميل ان انت تقعد وتاكل. دي سيرفيس او خدمة. الاكل نفسه اللي هو بيقدمه لك او الفود نفسه اللي بيبقى موجود على الترابيزة ده جودز. فهو الريستورانت هنا بيقدم سيرفيسز وبيقدم جودز في نفس الوقت. سيرفيسز هي مثلا ان هو بيخليك تقعد تاكل وبيعمل لك الطعام بشكل كويس، والجودز او البضاعة اللي هو بيديها لك هي الاكل نفسه او الطعام نفسه. طب هنا الجروسري ستور. الجروسري ستور او محل البقالة بيقدم جودز ولا سيرفيسز؟ شاطرين، هو بيقدم جودز او بضاعة، لان هو بيقدم لك كل انواع البضائع المختلفة، سواء كانت مثلا تشيز جبنة، سواء كانت مثلا شوجر سكر، سواء كانت اي حاجة من الحاجات اللي بتبقى موجودة عند البقال. واخر حاجة عندنا هنا السوفونير ستور. السوفونير ستور او محل بيع الهدايا التذكارية، واضح جدا ان هو ما بيقديش اي سيرفيسز، لكن هو بيبيع جودز او بضائع، اي هدية تذكارية بتاخدها من المكان اللي انت بتبقى موجود فيه تشتريها منه. وزي ما وضحنا هنا هو بيطلب مننا ان احنا cut out. cut out يعني نقص each business. each business يعني كل صورة خاصة بمشروع تجاري. وفي البيج اللي بعد كده وهي بيج فاضية هنعمل هنا table زي ما احنا شايفين. التيبل ده بيبقى موجود فيه 3 خانات. اول خانة فيها places sells goods. places sells goods او اماكن بتبيع البضائع. وتاني خانة فيها places to services او اماكن بتأدي الخدمات، اماكن الخدمات. والخانة التالتة both. both او كلاهما. فطبعا هنحط في الخانة الاولانية او places sells goods الاماكن اللي بتبيع البضائع، هنحط فيها صورة البوك ستور المكتبة، والجروسري ستور او محل البقال، والسوفينير ستور او محل بيع الهدايا التذكارية. طب الخانة التانية بتاعت places to services او اماكن بتأدي الخدمات، عندنا مثلا الباربر شوب. الباربر شوب او محل الحلاق. وعندنا الهوتل. الهوتل بيقدم خدمة برضو، بيقدم سيرفيس. طب وتالت خانة اللي هي بوث او مكان بيأدي الخدمة وبيقدم سلعة كمان، يعني بيعمل لك خدمة وبيقدم لك بضاعة او سلعة،
اللي هي بنقول عليها بوث كلاهما، طبعا زي الريستورانت زي ما وضحنا في الصفحة اللي فاتت. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 35 أو صفحة 35 وعنوانها Goods and Services. Goods يعني سلع أو بضائع، and services يعني خدمات. وهنا بيقول لنا draw a business، ارسم مشروع تجاري that sells، اللي هو يكون بيبيع goods بضائع أو سلع. draw a business، ارسم مشروع تجاري that sells a service، اللي هو بيبيع خدمة. complete، أكمل the sentences، الجمل. فإحنا هنا في البوكس الأولاني ده هنرسم صورة لبزنس معين بيبيع goods، وفي البوكس التاني هنا هنرسم صورة لبزنس معين بيبيع service، وهنعمل complete للsentences أو للجمل، هنكمل الجمل. فهنا في البوكس الأولاني هنرسم صورة زي ما وضحنا لمكان يكون بيبيع goods، زي مثلا الجروسري ستور. الجروسري ستور أو محل البقالة بيبيع goods. فمثلا هنرسم هنا صورة للجروسري ستور وهنكتب هنا a grocery store أو محل البقالة sells goods، بيبيع البضائع like، زي هنقول مثلا التشيز والأويل والشوجر. تشيز يعني جبنة، وأويل يعني زيت، and sugar، and sugar والسكر. دي حاجات ممكن نلاقيها في الجروسري ستور أو في محل البقالة، ودي goods أو بضائع إحنا بنشتريها منه. طب في البوكس التاني هنا بيقول لنا هنرسم بيزنس بيقدم سيرفيس او خدمة، فممكن نرسم هنا ايه يا صحابي؟ مثلا ممكن نرسم هنا باربر شوب، هنرسم هنا محل الباربر شوب او محل الحلاق. وبعد كده هنكتب هنا a barber shop او محل الحلاقة sells service، بيبيع خدمة of haircut، قص الشعر. فهو بيبيع لنا خدمة ايه؟ قص الشعر، اسمها هير كات. فهنكتب مرة تانية a barber shop sells service of hair cut. والكلمات الجديدة هنا زي ما احنا عرفنا goods يعني بضائع او سلع، وservices يعني خدمات. وبكده نكون انهينا الدرس الاول في chapter 2 او الفصل التاني. نقل lesson 2 او الدرس التاني في شابتر 2، خليكوا معي ونوصل لبيج 36 او صفحة 36، وده lesson 2 او الدرس التاني في شابتر 2. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض اول باول. وعنوان البيج هنا at work، at work يعني في العمل، at في work العمل. وهنا بيقول لك read يعني اقرأ the text below، النص المكتوب بالأسفل، text يعني نص، below مكتوب بالأسفل. underline، ضع خط تحت the place، المكان in blue بالأزرق، يبقى المكان أي مكان أو أي كلمة فيها اسم مكان هنحط تحت منها خط بالأزرق بالblue. underline، ضع خط تحت the job، الوظيفة in green بالأخضر، أي كلمة فيها وظيفة هنحط تحت منها خط بالجرين أو بالأخضر. underline the tools، ضع خط تحت الأدوات in orange بالبرتقالي، فأي كلمة فيها tools أو أدوات هنحط تحت منها خط بالأورنج. وأول نص هنا بيقول this is هذا a meat market، meat market يعني سوق اللحم او محل بيع اللحم او الجزار، يعني meat market. a butcher الجزار، meat market او الجزارة. a butcher الجزار، جزار يعني butcher، وهنا butcher دي وظيفة، اسم job،
مفروض نحط تحت منها line بالجرين او بالاخضر، فهنعمل هنا تحت منها line بالجرين. works بيعمل of the meat market، الجزار بيشتغل في الميت ماركت ده، فميت ماركت ده مش بليس يا اصحابي، فالمفروض كلمة ميت ماركت هنا وميت ماركت هنا هنحط تحت منها خط باللون الازرق او in blue، يبقى هنا هن underline الكلمة دي بال in blue، وهن underline الكلمة دي برضو بالبلو. كلمة butcher او جزار هنعمل تحت منها خط بالجرين. وبعد كده بيقول لك the butcher او الجزار cuts بيقطع the meat اللحم with a knife. with a knife يعني بالسكين، knife يعني سكين، والنايف دي tool يا اصحابي هو بيستخدمها علشان يقاتل meat او عشان يقطع اللحم، فنعمل تحت منها line باللون الاورنج علشان هي tool. وهنا بيقول لك the butcher الجزار uses بيستخدم a scale ميزان to weigh يعني ليزن the meat اللحم، فهو السكيل هنا طبعا ده tool، فنعمل تحت منها line بالأورنج برضو. وطبعا to weigh the meat يعني ليزن اللحم، weigh يعني يزن وmeat طبعا يعني لحم. والتكست التاني مكتوب فيه This is a bank. هذا bank. فنعمل تحت كلمة bank ايه؟ line باللون البلو او بالازرق. هنعمل تحت منها underline بالبلو. لان ده place او مكان. طب a tailor. tailor يعني الصراف، ودي وظيفة او job. فنعمل تحت منها underline باللون الجرين او in green. Works at the bank يعني بيعمل في البنك. بنك تاني برضو اللي هو مكان المصرف او البنك، فنعمل تحت منها underline باللون البلو او in blue لان ده place. التيلر او الصراف adds up بيضيف او بيجمع money الاموال او الفلوس او النقود with a calculator بالآلة الحاسبة. calculator اللي هي الآلة الحاسبة، فهو بيضيف الفلوس على بعضها وبيحسبها عن طريق استخدام الكالكيوليتر أو الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة أو الكالكيوليتر دي tool، فنعمل تحت منها underline بالأورنج. طب وبعدين بيقول لنا إيه؟ the teller الصراف types بيكتب amount of money. amount يعني كمية of money الفلوس أو النقود into the computer على الكمبيوتر، فبيكتب كميات الفلوس على الكمبيوتر، والكمبيوتر هنا المفروض هو tool بيستخدمها برضو، فنعمل تحت منها underline بالأورنج لأن هي tool هو بيستخدمها. والتكست التالت ومكتوب فيه This is a bakery. bakery اللي هو محل بيع المخبوزات أو محل المخبز، فهنا البيكري ده place المفروض هنعمل تحت منها underline in blue أو خط بالأزرق. a baker. baker اللي هو الخباز طبعا، وهو بيعمل في البيكري طبعا. baker دي job المفروض هنعمل تحت منها underline in green أو خط باللون الأخضر. works at the bakery هو بيشتغل في البيكري أو في محل بيع المخبوزات في المخبز. the baker الخباز uses يستخدم a mixer. mixer اللي هو الخلاط، وده طبعا tool من التولز اللي هو بيستخدمها، فطبعا هنعمل تحت منها underline بالأورنج لأنها tool هو بيستخدمها، وهي المكسر أو الخلاط. to mix ليخلط the ingredients المكونات. the baker الخباز puts بيضع the bread اللي هو الخبز in the oven اللي هو في الفرن. oven يعني فرن. to cook ليستوي ليطهو. فالoven هنا طبعا tool هو بيستخدمها برضو، فنعمل تحت منها underline in orange او باللون البرتقالي. واخر حاجة هنا this is
a garage. This is a garage. ده طبعا جراج، مكان اسمه جراج، فهنا ده place، فهنعمل تحت منه underline in blue أو باللون الأزرق. A mechanic اللي هو الميكانيكي، وده طبعا اسم الجوب بتاعته، فهنعمل تحت منها underline in green بالأخضر. Works at the garage. الميكانيك بيشتغل في الجراج. The mechanic الميكانيكي changes بيغير a tire الإطارات، الكاوتش بتاع العربية ده اسمه tire. With a wrench wrench يعني مفتاح الربط طبعا، اللي هم بيفكوا بيه الصواميل والحاجات اللي ماسكة الكاوتش من الجنب، ليها مفتاح معين بيفكها، ده اسمه wrench مفتاح الربط. يبقى ده tool، المفروض ان ده tool هنعمل تحت منها underline in orange أو خط باللون البرتقالي. The mechanic الميكانيكي uses بيستخدم a funnel، funnel اللي هو القمع، to change the oil علشان يغير الزيت للعربية. فالفانل ده أو القمع ده المفروض إن هو tool بيستخدمها، فنعمل تحت منها underline in orange أو خط باللون البرتقالي. وبكده نكون انهينا البيج دي، وانهينا معاها شرح الدرس التاني في شابتر 2 او في الفصل التاني، How Business Works او كيفية القيام بالاعمال التجارية. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، وهو بيصل ل50%، لازم تدخلوا على الموقع من الروابط الخاصة بالقناة، وانا سايبها لكم في الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.